اهلا بكم في قناتي لولو هاند ميد. النهارده هنتعرف على طريقه وصل الخيط بدون اي عقده ولا اي زيادات. طريقه سهله خالص. هنجيب شمعه ونوصلهم في بعض كده اهو، فكرتها حلوة خالص، بقت شديدة ما بتتفتحش، في نفس الوقت مش باينة ومش هتبان معك في الشغل. هطلع الشغل نظيف خالص، مفيش اي عقدة ولا اي كلاكيع فيها، ونكمل الشغل عادي خالص. اهي ما بتتفتحش، بشدها اهي. ممكن نعملها مرة كمان. عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم. بس نتأكد انها ثبتت كويس. اهي ثبتت شديدة وحلوة خالص، فكرة حلوة وجديدة وهتنفعنا في الشغل. الشنطة بتاعتنا تبقى نظيفة، ما بقاش فيها اي زيادات ولا اي كلاكيع، انك تعملي عقدة وتبقى مكلكعة تبقى وحشة مش حلوة. كده هتبقى نظيفة خالص. يا ريت لو انتي اول مرة تشوفي القناة نعمل لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد.